حياكم الله مشاهدينا. بعد الفاصل، جرت السباقات الرسمية والتأهيلية لموسم قوة التحمل 2014-2015 لكأس لجنة قطر لقوة التحمل لمسافات 40 و80 و100 كيلومتر، والتي شارك فيها عدد كبير من ملاك وفرسان ومدربي القوة والتحمل. دعونا نرى المجريات في هذا التقرير. شهدت منطقة سيلين السبت منافسات البطولة التأهيلية للقدرة والتحمل ضمن كأس لجنة قطر لقوة التحمل، وذلك تحت إشراف الاتحاد القطري للفروسية. وتضمنت البطولة ثلاث جولات مختلفة للمسافات، قسمت إلى جولة أولى بطول 40 كيلومتر تأهيلي، وجولة ثانية بطول 80 كيلومتر تأهيلي، وثالثة بطول 100 كيلومتر. وعلى الفارس أن يجتازها بصبر وتحمل تفاديا لأي أخطاء. المشاركين كانوا في 100 كيلومتر، عندنا انطلاقة 30 جواد، لحد الآن موجودين 28 في المسار، 2 انسحاب، عندنا طبعا 27 في مسافة 40 و21 في مسافة 80. فالحمد لله الأجواء باردة، انطلاقة كانت الساعة 5 الفجر، لحد الآن الأجواء باردة، حالة الخيل يعني جيدة جدا. عندنا الحين بتصير طبعا بينطلقون في المرحلة الثالثة، نحن نتكلم عن الكبار طبعا، لأن التأهيلي فهو تأهيلي، يعني ما عندهم نتائج أول ثاني ثالث، بمجرد أنه يخلص أساس أنه يتأهل للنجوم الكبيرة بعدين. مستوى الخيل ارتفع جدا يعني عن بعد التأهيليات، فما يدخل هذا النجمة إلا حصان قد خلص مثلا قطع مسافات من قبل 80 و40، فيكون مؤهل لهذه البطولات. فأعتقد أن هذه الخطة قاعدة تحسن في مستوى الخيل، قاعدين نشوف أن مستوى الخيل في تحسن، خصوصا من النجمة والنجمتين، إن شاء الله بنشوفهم في تحسن وتحسن. وفي ختام المنافسات تم تتويج الأوائل عن فئة مسافة 100 كيلومتر، واحتل المركز الأول فريق السد لقوة التحمل. أما الفائزين عن فئتي 40 و80 كيلومتر فقد تأهلوا لخوض منافسات المراحل المقبلة من السباقات. أتمنى التوفيق لكل المشاركين في السباقات التأهيلية أو السباقات الرسمية بإذن الله. والحين مشاهدينا الكرام نصل إلى فقرة مناطق الأسبوعية، وننتقل فيها عند نديبنا، نديب قناة الريان إبراهيم النعيمي المتواجد في مدينة الخور، اللي بيطلعنا مع ضيفه الكريم على أبرز مميزات المدينة ومرافقها. مساك الله بالخير يا أبو علي، والكلمة عندك. يا مرحبا بكم اخواني خالد وحمد، امسي عليكم بالخير وعلى المشاهدين والمستمعين الكرام. تعد مدينة الخور واحدة من مدننا الكبيرة اللي تتميز بسواحلها الجميلة، الأمر اللي جعلها مقصد للكثير من الباحثين عن الراحة، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع. معنا اليوم المهندس طارق جمعة التميمي، مدير إدارة الشؤون الفنية في بلدية الخور والذخيرة. مرحبا بكم، مساء الخير. مرحبا، الله يحييك. يا مرحبا، الله يجزاك خير. مرحبا بك، الله يجزاك خير. أخوي طارق، قبل ما نبدأ وياك حوارنا بنشوف مع مشاهدينا الكرام هذا التقرير العام عن مدينة الخور، نشوف هذا التقرير. الخور واحدة من أجمل مدن قطر، وتقع على الساحل الشرقي للدولة وعلى الضفة الجنوبية لخور يشق اليابسة على مدى 3 كيلومترات، وقد أطلق عليها قديما اسم خورشقيق. المدينة تبعد حوالي 50 كيلومترا عن العاصمة الدوحة، ويربطها بها طريقان رئيسيان هما طريق الخور وطريق الشمال. تعتبر مدينة الخور أقدم من أقدم المدن في قطر،
تأسست قبل 250 سنة من قبل قبيلة المهاندة الذين كانوا يسكنون في السابق في الجميل في الشمال، وبعض الروايات تقول أنهم كانوا في الحويلة ثم انتقلوا إلى الخور، لأن اثنان من قبيلة المهاندة ذهبوا يبحثون عن إبلهم فعثروا على عين ماء وبها مجرى يؤدي إلى البحر، والبحر عبارة عن خور تحده اليابسة من ثلاث جهات، ولا زالت العين موجودة حتى الآن اسمها عين حليتان. وتضم الخور عدد من الأحياء السكنية، وبحسب آخر إحصاء أجري في العام 2010 فإن عدد سكان الخور مع الذخيرة يصل إلى نحو 193,000، علما أن المدينة تشهد توسعا سكانيا وازدهارا اقتصاديا كبيرين. أنشئت بلدية الخور في العام 1972 وتم إعادة تخطيط المدينة من جديد، كما افتتحت فيها فروع للإدارات الحكومية كافة من أجل خدمة السكان وتسيير أمورهم. خور في السابق وحتى نهاية الخمسينات كانت مدينة من المدن التقليدية القديمة التي يعتمد بناها على الحجر والطين، وكانت بيوتها متلاصقة وبينها ممرات تمشي فيها الناس. وإلى جانب موقعها الاستراتيجي زادت أهمية المدينة بعد استغلال حقل غاز الشمال، حيث أنشئت مدينة راس لفان الصناعية، كما اشتهرت مدينة الخور في الماضي بميناء صيد الأسماك وتجارة اللؤلؤ الطبيعي. الخور كانت عبارة عن بيوتات على شاطئ البحر، كالناس يعني لأن على اعتبار أن البحر هو مصدر رزق الناس كان. له منة الخور تتميز بقربها من حقل الغاز في منطقة لفان، وهذا يعني نفع الله تعالى به أهل أبناء الخور كموظفين ومسؤولين في هذا المصنع الكبير الذي من الله تعالى به على البلاد والعباد. لحد الآن رغم التطور العمراني ورغم زحمة الحياة ورغم الآن العولمة ووسائل الإعلام، إلا أن في عادات وفي تقاليد في مدينة الخور لا زالت موجودة، يعني لا زالت في مجالس مفتوحة في مدينة الخور على نفس النظام القديم. ومما لا شك فيه فإن للمدينة تاريخ مشرق وعريق يثبت مكانتها، ليس لكونها من أكبر مدن قطر فقط، وإنما لتميزها التاريخي الحضاري الثقافي والاقتصادي. حياكم الله مشاهدينا من جديد، شفنا وياكم هذا التقرير اللي يتكلم عن مدينة الخور. أخوي طارق، الخور اليوم غير عن أمس، لو تعطينا نبذة عن هذه المنطقة أو المدينة الجميلة. طبعاً تعتبر يمكن يعني مدينة الخور من ثاني أكبر مناطق دولة قطر، نعم. وهي تقع يمكن على الشمال الشرقي، نعم. محاذيها البحر، وكانت المنطقة يعني تجمع حق أهل قطر في منطقة معينة، مجموعة من القبائل، وزادت طبعاً مع الزيادة السكانية، إن كان أهلها الأول يشتغلون في البحر أو في البر، نعم. الحين طال عمرك يعني زادوا الناس، وحتى بعد ما صار بعد يعني مدينة راس لفان الصناعية، نعم. زادت رقعة مدينة الخور، وبدأت يعني تصير فيها بعض المنشآت، بعض الخدمات اللي هي تتناسب طبعاً مع الوضع الحالي، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني الدولة ما تقصر في يعني تأدية هذه الخدمات سواء للمواطنين أو حتى مرتدين يعني هالخور، من خدمات أساسية أو حتى من خدمات يعني ترفيهية موجودة، مستشفيات، ولا زال يعني إن شاء الله فيه المزيد في جعبة. نعم، يعني استوى في الخور يمكن تجمع سكاني نقول كبير بسبة طبعا أنت الآن رفان. نعم بالضبط، نعم. يعني قبل كانت عندك طبعا مدينة الخور عبارة عن يعني أهل يعني قطر، لكن بعد فترة صار عندك منشأة صناعية اضطرت ان تجيب عماله بعدد كبير يعني، طب ولذلك يمكن اثرت حتى على التركيبه السكانيه في الخور، لكن هذا يعني صار من ضروريات طبعا الحياه، نعم. باعتبار ان هي صار مركز اقتصادي
مختلف. طبعا كان عندنا تخانم سعيد، الان عندنا مدينه راس لفان فيها مجموعه من المصانع وتؤدي خدمات طبعا للدوله بشكل عام. وهذا يمكن طبعا الزياده السكانيه بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بدات تصير الان خدمات تغطي هذه الكثافه السكانيه وتعمل يعني موازنه في الخدمات. نعم اخوي طارق، الكثير من المشاريع نفذت في المدينه، وش اهم المشاريع اللي جاري تنفيذها الحين؟ طبعا الان نتكلم عندنا بعض المشاريع اللي هي ما يخص البنيه التحتيه. نعم. خلال ان شاء الله يعني سنوات قليله سيتم تغطيه مدينه الخور كافه ب 100% شبكه صرف صحي تغطي منطقه مدينه الخور كامله. نعم. في جزء منها استوى حاليا ولا كلها؟ طبعا عندنا الان جزء استوى حاليا، ولا زال طبعا عندنا بعض العقود بالتنسيق. نعم. مع اداره الصرف الصحي في هيئه الاشغال العامه انه يتم استكمال يعني كافه المناطق يتم تغطيتها من ناحيه الصرف الصحي. زائد عندنا مشاريع الطرق، عندنا مجموعه من الطرق سواء كان دائمه تحتاج الى صيانه. نعم. او انشاء طرق جديده، باعتبار يعني الان عندنا يعني من ضمن المشاريع مشروع استاد البيت اللي بيستضيف الحدث 2022. نعم. فبيكون عنده طبعا طريق كامل حتى بيوصل حق طريق مسويه ومنه الى لفان. زائد عندنا مشاريع كانت في عندنا بعض الشوارع المؤقته، جاري ان شاء الله التنسيق انها تكون شوارع دائمه، رصف واناره وانفراستراكشر متكامل ان شاء الله متواجد فيه. نعم اخوي طارق، عندكم في البلدية الكثير من الخدمات اللي تقدمونها لسكان المنطقة المدينة كاملة. نعم. لو تكلمنا عنها شوي. عندنا طبعا نوعين من الخدمات، في خدمات مباشرة وفي خدمات طبعا يعني غير مباشرة. الخدمات. نعم. المباشرة يمكن يعني إن كان مثلا المراجع يحتاج أنه يزور البلدية، والآن نزلت يعني طبعا على الأجهزة الذكية. نعم. اللي هي تقريبا في حدود 9 خدمات، سواء كان يعني خدمات قص الأشجار، يعني رصف مثلا بعض الاماكن، مثلا رش مبيدات، توفير حاويات وغيره. زائد عندنا بعض الخدمات الغير مباشره اللي هي طبعا اللي هو مد الطرق بالتنسيق طبعا مع دوائر الخدمات سواء كان اشغال او الجماعه مع كهرباء، وهذه طبعا اوريدي الدوله تقدمها حق المواطن وعلى اتصال مباشر معهم. الخدمات المباشره قلت لي من الهواتف الذكيه، يعني اقدر تقدر من خلال جهازك الموجود. نعم. عندك 9 خدمات تستطيع انك انت تدخل الخدمه اللي تبيها وتدخل بياناتك ويصير عندك اشتراك بكل سهوله، تقدر وتلقى يعني الجماعه في البلديه يتواصلون معك في اقرب وقت. في لها عندك رقمها الخاص ولا شلون؟ على اي رقم؟ لا مش اي رقم، هو على الابلكيشن نفسه انت. نعم. تنزله سواء على ابل ستور على الاجهزه الذكيه، تفعل الخدمه وتدخل برقمك. نعم. الشخصي، تستطيع يعني انك انت تستفيد من الخدمات بكل سهوله. نعم أخوي طارق، من بين الخدمات المقدمة من قبل البلدية عندكم. نعم. خدمات تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. وكبار السن، لو تعطينا صورة يعني موضحة أكثر عن هذه الخدمات طبيعتها. نعم طبعا فئة كبار السن اللي هم أبائنا. نعم. أو فئة يعني الجماعة اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء لا يتجزأ طبعا من المجتمع. نراعي في أي مباني يتم إنشائها سواء كانت مباني عامة أو مباني خاصة. نعم. يتم طبعا مراعاة وجود هذه الفئة بتوفير مواقف عامة، بوجود أكسس يعني اللي هو ممرات لهم خاصة. نعم. سواء كان يعني طبعا داخل المبنى أو بالتواصل مع المبنى، وفي كل المرافق العامة يتم توفير لهم مواقف خاصة، وجود سيكوريتي في كل الخدمات مدربين على اساس انهم يقدرون ان يؤدون الخدمات طبعا لهم. عندنا طموح ان يتم يعني توفير خدمات داخل المنزل بالذات لكبار السن، لمجرد اتصال الهاتفي ممكن ان تاتي الخدمه ان شاء الله عنده. هذا طموح موجود ان شاء الله، يعني نحاول يتم توفيره قريبا. الله يجزاكم. يعني واحد يطلع من البلديه ما يحتاج حتى يعني اباهاتنا ما يحتاج انه يطلع حتى من بيته، مجرد اتصال ان شاء الله. نعم. توصل الخدمه الى عنده ان شاء الله. نعم الخور تشهد توسع عمراني كبير مثل ما شفنا. ما في شك. وش الخدمات اللي تقدمها البلدية أو اللي تساعد في هذا التوسع العمراني؟ طبعا عندنا بعض الخدمات اللي هي الترفيهية، تم افتتاح طبعا الفترة الأخيرة تقريبا 3 حدائق جديدة، من ضمنها الحديقة اللي احنا جالسين فيها. نعم. حديقة الجلتة، وعندنا حديقة القرم في ذخيرة، وعندنا حديقة الكعبان. نعم. وبإذن الله إن شاء الله خلال الأيام القليلة سيتم افتتاح منتزه الخور،
كما عهدناه سابقا طبعا مع حداثه، يعني نتكلم عن 2014 2015 مباني جديده، انفراستراكشر جديد، اناره، وبيكون ان شاء الله في بعض الخدمات زياده على الحدائق، سواء وجود بعض شبوك الحيوانات، وجود بعض المطاعم الكوفي شوبس، يعني شيء جديد. وان شاء الله يعني خلال ايام ممكن يعني المواطنين او حتى يعني المقيمين يجون طبعا الحديقه. زائد عندنا حديقه اولمبيه ان شاء الله مساحتها تقريبا 85,000 متر مربع ما شاء الله، قريبا ان شاء الله الان في التصميم مع بالتنسيق مع اداره الحدائق العامه يتم تصميمها ان شاء الله، ويتم يعني مجرد اعتماد التصميم تطرح مناقصه ان شاء الله وتنزل. تم تحديد مكان هذه؟ تم تحديد مكانها ان شاء الله تقريبا بتجي في غرب مدينه الخور. نعم. ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى سواء كانت حدائق عامه كبيره او حتى حدائق داخل الاحياء السكنيه، هذه توفر خدمات بسيطه حق يعني مناطق الخدمات نفسها اللي هي يعني داخل الاحياء. عندنا بعض الخدمات طبعا اللي هي انشاء بعض عندنا سيف الفركيه. نعم. اللي هو على السيف الشرقي. بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أيام الخميس والجمعة تجد إعداد كبيرة، آلاف من العائلات يتوجهون هناك. نعم. ولا يزال طبعا المشروع كل فترة نطوره، قريبا إن شاء الله سيتم البدء في تنفيذ شارع مرصف يصل إلى ساحل الفركية. وعندنا بعد شاطئ جديد اللي هو بيكون إن شاء الله صفة الطوق، بيكون على ساحل الخور نفسه. بعد نحاول إن شاء الله نطوره. مشروع سوق السمك الجديد بيكون بعد معاه ان شاء الله مطعم سي فود. يعني بعض الخدمات اللي تحس انه يعني الان في وجهه نظري يعني ضروره الناس يتمتعون فيها، ما عاد يعني الواحد الان يقبل بالشيء البسيط، وده انه يعني تكون الخدمات مطوره. نعم. ما حددتوا اخوي طارق متى افتتاح متجر الخور؟ والله قريبا ان شاء الله، يعني احنا بس مجرد الحين يعني عندنا عقود السكيورتي، بعض العقود البسيطه، لكن نعم. ان شاء الله الافتتاح قريبا، يعني ان شاء الله يعني اتوقع فتره الشتاء يكون الجماعه ان شاء الله يستمتعون فيه الجمهور باذن الله. وقت مميز اكيد ان شاء الله. متواصلين وياك اخوي طارق حوارنا، لكن بعد ما نشوف هذا التقرير العام عن المرافق اللي موجوده في الخور. مشاهدينا الكرام شوف وياكم هذا التقرير راجعين لكم. تعتبر مدينة الخور واحدة من كبريات المدن في الدولة، وتضم في أرجائها الخدمات العصرية والضرورية كافة. فبالإضافة إلى المدارس، تتوفر المدينة على أكاديمية قطر للقادة ونوادي الرياضية مثل نادي الخور الرياضي، والذي يتم تجهيز الأستاد الخاص به ليستقبل مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم. مدينة طبعاً ازدهرت وبنيت فيها المدارس وبنيت فيها المجمعات التجارية وانشأ فيها مستشفى كبير، عندنا مركز صحي، عندنا مركز للدفاع المدني، في عندنا نادي الخور الرياضي، وهذا يعني عبارة عن مجمع رياضي كبير، أكبر مجمع يعني كمبنى وكمرافق خارج منطقة الدوحة طبعا، وطبعا من أقدم المرافق اللي أقيمت وأقيم يعني في 87 تقريبا. كما تضم المدينة عدد من المراكز الطبية والمستشفيات، بينها مستشفى الخور العام الذي يخدم المدينة وضواحيها، فضلا عن العديد من المساجد أبرزها مسجد الخور الكبير. عندنا الجامع الكبير الذي يعد يمكن هو ثاني جامع في قطر لسعته وكبر حجمه واحتوائه لكثير من المصلين. منظر المساجد عجيب، يعني كل 200-300 متر تجد فيه هناك مأذنة مسجد. كما توجد مناطق سياحية كثيرة في الخور بينها الكورنيش بالإضافة إلى متحف الخور. بحكم وجود الساحل اللي يحيط بالمدينة، وعندنا كورنيش الخور من يعني السواحل الجميلة جدا في قطر.
تلبي مرافق مدينة الخور مجمل احتياجات سكانها اليومية في وجود المجمعات مثل هايبر ماركت اللولو وحديثا مول الخور والمحلات التجارية التي توفر جميع أنواع المنتجات، بالإضافة إلى تسهيل عمليات السكان المالية عن طريق وجود الكثير من فروع المصارف الكبرى مثل بنك قطر الوطني، البنك التجاري والبنك الأهلي وغيره. وجدت عندنا العمارات الكبيرة ذات الطوابق المتعددة، وجدت عند الحمد لله وجدت عندنا الشوارع الواسعة، وتوفرت عندنا المدارس، توفرت عندنا البنوك، توفرت عندنا مستشفى كبير جدا بالإضافة إلى مركز صحي. وتتوفر في مدينة الخور الكثير من المساحات للراحة والاستجمام، فبإمكان الراغبين زيارة حديقة الخور وشاطئ الخور بالإضافة إلى شاطئ الفركية الذي يتمتع بالطبيعة الخلابة، وهناك مكان يفضله العائلات للاستجمام وهو منتجع السلطان. ساحل الفركية ساحل يمتد جميل جدا، فيه مظلات عبارة عن رمل، كثبان رملية جميلة تم تعديلها من قبل الدولة. من ضمن المناطق أيضا الجميلة في الخور المنتزه الموجود حاليا واللي تم تطويره. أهم الاحتياجات أنه هو التوسع العاجل في المستشفى، ما عاد يحتمل. الثاني أن الشارع الرئيسي اللي في وسط المدينة ما عاد يحتمل حركة المرور الكثيفة، لأنه في وسط المدينة والشارع مفرد يعني ذهابا وأيابا فقط، والمحلات التجارية على جوانبه، مما يؤدي إلى كثير من الحوادث سواء للمركبات أو للبشر. لمدينة الخور مقومات حياتية ثقافية وسياحية واقتصادية تمكنها من تثبيت خطواتها نحو مستقبل باهر وواعد بإذن الله. يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، شفنا وياكم هذا التقرير اللي تكلم عن أهم المرافق الموجودة في الخور. أخوي طارق، انتشرت يمكن في الخور ظاهرة مخلفات البناء. نعم. وش الإجراءات أنتم اللي تتخذونها في البلدية للحد من هذه الظاهرة؟ طبعا يعني عملية رمي المخلفات دائما يعني خلنا نقول أصحاب سيارات النقل يفضل أنه هو يعني يرمي المخلفات على أساس يكون عنده وقت يستطيع أنه هو يعني يحصل مبالغ. بالضبط، يبي نعم. يعني يحصل مبلغ بأبسط الأوقات. نعم. فيضطر أنه هو يرمي. طبعاً إحنا يعني نتكلم عن الوعي قبل العقاب. فتم نعم. طبعاً انتشار بوسترات تمنع يعني أو توعي سواء كان السائق أو حتى يعني الشخص العادي يكون عنده علم أن إلقاء المخلفات يكون في أي مكانها. نعم. يمكن شفت أنا طارق حتى بكذا لغة. بكذا لغة نعم. نعم. لأنك أنت يعني عندك سواء كان السائق باللغة العربية أو بالإنجليزية أو حتى بالأردو. نعم. الموجودين، فأنت يعني تعطي توعية باللغة اللي تناسبه، وبناء عليه إحنا طبعا يعني يتم المراقبة إذا تم رصده طبعا في عقوبات وكذا. لكن إحنا دائما يعني نفضل أنه يكون في وعي، لأنه هو قاعد يوفر وقت وجهد وتعتبر ثقافة يعني. بالذات أن يعني وزارة البلدية توفر اللي هو المكبات في كل مكان، حتى عندنا نعم. احنا في الخور مرات نستغل هذه المخلفات النظيفة أن احنا نسد فيها بعض المطامر القديمة. نعم. ويكون استغلالها، فهو يعني يكون في تعاون بيننا وبين السائقين، ويكون في وعي، من التزم يكون يعني مشكورا، ومن لم يلتزم يعني نضطر إلى يكون في يعني عقوبة. نعم. لابد. نعم أخوي، نسبة طارق المسطحات الخضراء قليلة نشوفها في الخور. صحيح. في مشاريع مستقبلية زادتها، وما مدى استفادة البلدية من مشاريع المونديال؟ طبعا يعني مثل ما قلت يعني الآن بالفعل الفترة الأخيرة يمكن يعني ثقافة المسطحات الخضراء لم تكن يعني موجودة، نقول يعني في معظم البلاد مو بس في الخور. نعم. لكن الآن الحمد لله الثقافة بدأت يعني تطلع. ثلاث حدائق الآن صغيرة، وجايين بعد في عندنا تقريبا بعد ثلاث قسائم إلى أربع قسائم في داخل الأحياء السكنية، زائد عندنا منتزه الخور الجديد، عندنا الحديقة الأولمبية الجديدة. نعم. مشروع استاد البيت نفسه البيت. الجماعة طبعا عرضوا علينا ديزاين وجزاهم الله خير، تم يعني وضع بعض الاعتبارات أن الملعب ما يستخدم بس كنادي،
يستعمل كحديقة عامة، وبعض الخدمات اللي ممكن بعد المونديال أنك أنت تستعملها قبل وبعد المونديال. نعم. من ضمنها طبعا وجود حديقة كبيرة مسطح أخضر تقدر أنك أنت حتى العين ترتاح فيه، وليس يعني بس مسطح أخضر وتستعمله. زائد أن الآن بعد اعتبارنا في تصاميم الشوارع الدائمة أنه يكون من ضمن اللاندسكيب أنه يكون عندنا مسطحات خضراء بين البيوت. نعم، على طار الشوارع يمكن شفنا في بعض اللوحات الإرشادية التالفة خدتوا فيها إجرادي. هذه طبعا يعني معظم اللوحات الإرشادية الموجودة عندنا يوجد قسم الإعلانات مشكورا في هيئة الأشغال العامة، يتم طبعا مخاطبته والجماعة على تعاون تام، لكن باعتبار أنك أنت تقع يعني على خطوط خارجية وكذا تمر بعض السيارات اللي يعني تسبب التلف أو من خلال الحوادث، وإدارة يعني الصيانة والتشغيل وقسم الإعلانات يعني متواصل معنا دائما فضل الله سبحانه وتعالى. نعم أخوي طارق، باختصار قبل ما ننهي لقاءنا، شلون تشوف مستقبل الخور في ظل التطور اللي تشهده الدولة؟ طبعا فضل الله سبحانه وتعالى الدولة لا تألو جهدا. نعم. ولا تألو مالا أن أنت تدفع لك لمجرد أنك أنت يعني يتم الطلب فيها. نعم. الدولة توفر لك. يفترض أن احنا يكون عندنا قراءات تتناسب مع الزيادة السكانية ونوفر الخدمات بحيث أنه يعني يعيش يعني كل من يعيش على هذه الأرض إن شاء الله يكون يعني سعيد ومتهني بكافة الخدمات بفضل الله سبحانه. اللهم آمين. اللهم آمين. أخوي طارق بن جمعة التميمي بيض الله وجهك على الحضور، والله لا يهينك. الله يرحم والديك. يا مرحبا ويا مسهلا وجزاكم الله خير وما قصرتوا. الله يطول عمرك. الله يرحم والديك. نعم مشاهدينا الكرام، كان هذا لقاءنا مع أخونا طارق جمعة التميمي مدير إدارة الشؤون الفنية في بلدية الخور والذخيرة. موعدنا وياكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في فقرة مناطق في منطقة ثانية من مناطق قطر. شكرا لكم على هذه المتابعة. كل ما عندكم أخواني في الاستديو. شكرا لك يا إبراهيم، ونشكر ضيفك المهندس طارق التميمي، وإن شاء الله نتمنى الخير والازدهار لمدينة الخور ولأهل الخور كلهم ولأهل قطر من شمالها لجنوبها بإذن الله. صحيح يا خالد. مشاهدينا في هذه الحلقة أيضا معانا محمد الحسني بيكلمنا عن تجربته في الوصول إلى نهائيات برنامج نجوم العلوم. نعم مشاهدي الكرام، نطلع فاصل وبعدها بنتابع الجلسة النقاشية اللي نظمتها كلية الهندسة في جامعة قطر حول موضوع استدامة في الحرم الجامعي.